قد سأل أحد الإخوان لماذا سميتم أنفسكم بأهل السنة؟ هل هذا حزب ولا هذه التسمية مبتدعة؟ التسمية ليست بمبتدعة، ونحن الله يعلم قد ترددنا زمنا في هذه التسمية من أجل أننا نخشى ألا يطابق الاسم المسمى، وإلى الآن لا نزال نخشى ألا يطابق الاسم المسمى. فماذا؟ فالإمام أحمد بن حنبل يعتبر إماما من أئمة أهل السنة، كذلك أيضا قبله سفيان الثوري ومالك بن أنس وماذا وابن عباس أيضا، فهي من زمن ابن عباس. ثم بعدها أيضا محمد بن سيرين قال ما كانوا يسألون عن الإسناد. ثم فلما حدثت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم لنعرف صاحب السنة وصاحب البدعة. نعم، فالتسمية قديمة بارك الله فيك، والحمد لله صار في هذه التسمية ضربة للإخوان المفلسين، وقد حاولوا غاية المحاولة وقالوا هذا الاسم ينفر الناس. أنا أسألكم يا إخواننا، هل هذا الاسم أهل السنة ينفر الناس أم يجعل الناس يحبون هذه الدعوة؟ يا